خالد في لقاء مع التلفزيون العربي خالد أبو النجا أكد أن مصير العميل الصهيوني هيكون مصير هو نفس مصير من قمع الثورة الفرنسية. كفاية كفى وإن احنا يجب أن نتحد كشعب عربي وده كان شيء أنا بقول أنه زي زلزال تاريخيا لم يتوقعه أحد لم تتوقعه القوة العظمى وبينذر بوجود قوة عظمى تحت الأرض وطلعت فوق الأرض بوجود شبابنا في ميدان التحرير وكل هذه الميادين. بداية بقول ما ننساش أبدا إن هو ده السبب الأساسي إذا كان ده هو الموجة الأساسية اللي بتقول زي تسونامي جيمد البحر كده وشال أنظمة وغير شال مبارك وشال بن علي لكن هذه هي الموجة اللي دايما لازم يتبعها موجة أخرى سوداء مليئة بالخزعبلات والحاجات المكسرة وهي موجة القمع. التاريخ بيعلمنا ده التاريخ قال لنا إنه لما حصلت الثورة الفرنسية جه حاجة اسمها رين اوف تيرور عصر الإرهاب عصر الرعب اللي كان فيه روبسبيير والمغصلة وعاشت فرنسا هذه الحقبة كل الثورات مرت بهذه المرحلة هذا هو ما سيحدث بالضبط ولازم نفهم التاريخ بيعلمنا ده انه الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر وهذه الحملة ضد ثورة يناير وضد الربيع العربي ستنتهي بجيل مؤمن هو حاليا موجود ولكنه ممكن نسميه جيل الانجيل يعني بيسموه جنريشن جيل هذا ما سيحدث التاريخ بيعلمنا انه اوعى تفتكر ان هو هيكمل هذا القمع فقط بيشتري وقت لكن التاريخ بيعلمنا انه سقوط روبسبيير اللي حصل في التاريخ هيحصل لجنرال عبد الفتاح السيسي ويحصل في اي حد بيحاول يقمع هذه الشعوب العربيه في انها تتحد وتحقق احلامها.